السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني، يعطيكم العافية. واليوم إن شاء الله نرويكم ونروي عيالنا ونروي إخواننا، الناس اللي يروحون الرحلات، الضيوف اللي يجون الميالس عندكم يتعلمون شلون يسوون الشاي وشلون يسوون القهوة. جزاكم الله خير. فيلم هذا سويته لكم مخصوص لعيالنا وإخواننا اللي ما يعرف كيف يسوي الشاي والقهوة. سيبكم من الليبتون الأوراق، وسيبكم من الشاي اللي ما منه فايدة نهائيا، كأنك تشرب ماي. فاليوم احنا استنقينا لكم مجموعة من الشاي. الشاي عندك الصمان، هذا اللي الشاي اللي عليه الكلام، بس كل واحد وذوقه. انا ما اقول هذا الشاي معناته اسوي له دعاية، ما اسوي له دعاية. شاي الأوليين، شاي الوزة، شاي الغزالين، شاي الأميرة، شاي هذا بعد هذا غني عن التعريف. هذا ما أدري 50 سنة فما فوق عمره، فالله هو يعلم كم عمره. فعبد الرحمن شل التليفون وتعال وخروا عيالنا شلون الطريقة وشلون الكمية، وشوفوا شلون الكمية. سواء عندك ميزان دشني عبد الرحمن، عندك ميزان ولا ما عندك، ما هي مشكلة. هذه القفشة، المقاس اللي دائما نستعمله قفشة السويت، الحجم هذا القفشة. والمشخلة طبعا عارفين، تشخل الشاي، الورق الشاي والقهوة. فبنبدأ في شاي الصمان. هذا شاي الصمان عشان ما نتخربط، جزاكم الله خير. وهذا حطيناها فوق الميزان، حماني لف كذي، لف ايه لف الميزان. بس من تحط هذا هو ما يوزن، هذا يشل وزنية الغوري. ارفع فوق هنا، ارفع. ايوه شوف الحين بيصفر لك العداد صفر لك اياه. بنحط مقدار 12 جرام. حطينا 12 جرام وشفتوا بنفسكم سلمكم الله. الحين دور الشكر، بنحط لكم القلاص الزجاجي هذه عشان يبين لون الشكر وشكل الشكر. فالحين شو بنحط؟ 6 معالق شكر، 6 ونص. حطيت انا زدت شوية. ليش زدت شوي النص هذه؟ علشان الميزان يضبط اللي هو 55 جرام بالضبط. 55 جرام ترسة الفنيال، فنيال القهوة ترسة يعني. فشوفتوا كيف؟ صور بو حارب، هذا اخونا عبد الله الحوسني، يعطيك العافية. واليوم الجمعة الاخوان كلنا وعيال الاخوان نتجمع عندنا ان شاء الله. جزاك الله خير. خلينا نكمل تصويرنا. حطينا اللتر، مو شرط لتر تجيب غرش وتجيب كذا، الدلة مكتوب عليها لتر، لتر ونص، لترين، حسب الدلة اللي تستعملها. انا استعمل لتر، اللتر تكفي 7-8 اشخاص، فبس ما له داعي. حطيناها في الغوري، حلو، شغلنا الشولة، ما يبقى لها لا اختراع ولا شيء، اللي هي دقيقة بس، دقيقة بيغلي الشاي. زين، دش هنا يا عبد الرحمن. بنحط الشكر، وزناه شكر، وبنحط هيل، سلمكم الله، حسب الرغبة. الهيل هذا مقداره، يعني مثل ما تقولون 3 حبات هيل هاي مطحونين. غلى الشاي مالنا دقيقة بس لأن الماي حار. بعد ما غلى الماي بندناه حطيناه على جنب. ليش حطيناه بهالطريقة؟ وشلنا الميزان، خلاص ما نحتاج الميزان. بعدين بنحط الشاي اللي وزناه، كم؟ 12 ملي. بس وش بنسوي فيه؟ في ناس يحبون يلحفونه بالخلقة بالفوطة، انا ألحفه مسوي قصدير ألمنيوم عبارة عن 3-4 طبقات
تلبس الغوري بالطريقة هذه ويحتفظ في الحرارة، عشان شو ما تقولون فتر أو ما فتر أو برد الشاي أو حاجة. وبس نحسب له كم؟ نحسب له 4 دقائق ونص، ونشوفكم بعد 4 دقائق ونص. أخواننا بس ملاحظة بسيطة، أنا حطيت 6 قفش ونص، ما له داعي ميزان إذا عندكم القياس القفشة. زين؟ زين، الشاي شو تسوون؟ فنيان القهوة، أغلب الفنايل القهوة كلها مقاس واحد، 90% تكون مقاس واحد. تحط الشاي بالطريقة هذه. طبعا هذا الشاي ما رويناكم إياه، هذا الشاي، ها شوفوا المقدار الشاي، الورق ماله، الورق. طبعا هذا بعد التجفيف والتبخير ويمر على 100 حاجة وحاجة. في ناس يقولون لي ليش ما تغسل الشاي؟ لا، كل واحد ورغبته يغسل الشاي ما يغسل الشاي. أنا ما أحب أغسل الشاي، لأن الحمد لله الشاي يك نظيف على 10. قلنا المقاس شو بنحطي؟ بنحط الفنيال، وبنترس الفنيال للمقدار اللي قبل شوي رويتكم بالميزان. الحين لا، أنا ما أحط، ما أوزن وايد، بس أنا قياسي ميزاني الفنيال، قصدي القياس مالي الفنيال. شوف المقدار بالضبط، هذه 12 جرام بالضبط، يعني أدون شوي، أدون من 1 سنتي أنقص من الفنيال، بس مو شرط ميزان. يلا أخواني، خلصنا 4 دقائق ونص، وخلنا نشوف شاينا شلون طلع وشلون استوى يا الشاي هذا الزين هذا، بنرويكم إياه. أول شيء نصب، طول بعماركم، في القلاص، وهذا القلاص مردود، مردود وين؟ وبعدين نشوف الشاي، هل الشاي يعني ضبط ما بضبط، طعمه شلون، لونه شكله ضبط، هم يعني كل القياسات هذه والمقادير والأشياء هذه والوقت كله لازم آخر شيء بعد هم تذوقه. يا سلام يا سلام، ما يحتاج بعد، وعلى طول في الدلة. وينك يا الدلة يا تركوازية؟ بطلي تبطلي، ما شاء الله، هذا هذا شاينا ما شاء الله، هذا اللي يقولون عنه ذهب ذهب ذهب، ما شاء الله، يبين يبين من لونه. ها ابو حارب، هلا والله، تشم ريحه الشاي ولا لا؟ والله انا قلي جيوبا فيه، بس فتحت الجيوب من الريحه. شوف شوف الدخنه ما شاء الله. يلا الحين الحين بنا عطنا واحد سنجل. يلا دقائق بس، ما شاء الله شاينا جهز. عطنا اقلاص، خنصب لك شاي وكمل تصويرك يا، ايوه يلا، هاي شاينا، هذا شاينا. شوف اللون، شوف اللون، شوف اللون، شوف اللون، ما شاء الله. يلا حياك ابو حارب. مشكور مشكور. اخواننا الشاي اللي قبله 4 دقائق ونص خدر، الحين الشاي هذا بيخدر كم؟ 20 دقيقة. فشوفوا 20 دقيقة شلون يخدر الشاي، وبعد النتيجة في النهاية إن شاء الله. اللتر هذا الشاي اللي، وهذا الشكر اللي هو 6 قفش، 55 ملي، 6 قفش يعني، انتوا امشوا عليها. وهذا الهيل ربع قفشة حسب الطلب، هذه بس حسب. يا أخواني طبعا خلينا دقيقة بس، على طول غلى الماي مع الشكر ومع الهيل، وبندنا عليها. لاحظوا ها شو قلنا، بندنا الشولة، بندنا الشولة وزرينا، زرينا الشاي على كتر، عم بيقولون الكتر شنو، على جنب لا تزعلون، ولحفناه وحطينا الشاي. ها شوفوا الشاي حطيناه داخل، سكرنا عليه ولحفناه كم دقيقة من لحفة؟ 20 دقيقة. وهذه 20 دقيقة، هذه 20 دقيقة، طول بعماركم، ها 20 دقيقة بالضبط.
ابدا خلاص. ملاحظه يا اخواني، يوم تحط الشاي بالدله يحافظ على حراره الشاي لمده ساعه. صح انه بعد ساعه ما يبرد، لكن الشاي خدر ويتغير طعمه ويتغير لونه. لازم تشب الشاي وتسوي شاي جديد عقب ساعه، والواحد وكيفه. يا اخوان الوقت طالما بننتظر 20 دقيقه، ليش ما نسوي لكم القهوه؟ بنرويكم طريقه القهوه يا عيالنا واخواننا واخواتنا. قهوه انا استعملها، قهوه هذه. تعال عبد الرحمن، تعال دش. محمشه بسيطه بسيط، يعني مقدار 50-60% محمشه القهوه، اللون الذهبي. احنا نحب القهوه السعوديه على البحرينيه مايله بالطريقه هذه. طبعا ترسم الدله، ماي حار. الدله مقدارها كم؟ 500 ملي. 500 ملي يعني نص لتر. ونحط القهوه. شوفوا مقدار القهوه يا اخواننا، شوفوا مقدار القهوه اخواتنا. القهوه هاي مقدارها بس. هذه شوفوا كيف القفشه. واحد، الله واحد، اثنين، ثلاثه، أربعة. بس أربعة. بس دقيقة ثارت القهوة وتنقص عليها عاد، تنقص عليها وتخليها على راحة القهوة، بس على راحتها. بينما القهوة تصير بنرويكم حاجة حسب الطلب. طبعا احنا القهوة هذه معاه الهيل ترى، بس انا بزيدها هيل نص قفشة بالطريقة هاي. في الدلة، الدلة تحتاج هيل زائد تجنيدة. هاي التجنيدة عاد إخواننا السعوديين يستعملوها، التجنيدة حلوة جدا. فنستعمل ربع قفشة في الدلة هم بالقفشة بالطريقة هاي. والدلة تسكرها لأنها ما يحار عشان ما تبرد. الزجاجة علشان لا تبرد والدلة تتم ساخنة. يوم تزل الدلة في الغوري في الدلة يكون الدلة تتم حارة. خلصت الخمس دقائق يا أخواننا. تبي تحسب بالتليفون بكيفك، بس أنا ما أحسب. القهوة الوحيدة اللي ما أحسب لها بس أشوف لونها. ضبط لونها خلاص، دش داخل، دش. روهم 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 القهوة. أيوة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذه القهوة اللي يقولون عنها قهوة تجند الراس. بس خلصت قهوتنا وبندنا عليها، والحين بنزلها في الدلة بالطريقة هذه. ما شاء الله، شوفوا 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 هناك اللون الذهب. الحين شو اللون عاد؟ ما ادري عاد اللون الذهبي اللون قهوتنا جهزت. يلا وين ابو حارب؟ خلي يجربها. والله انا اجربها. عاد عبد الرحمن هات لنا التمر الزين، التمر المبروم. ما شاء الله ما شاء الله. اشو عطيها التمر الزين. اي هذا تمرنا المبروم الحلو ما شاء الله. هذا هناك تروحون المينا ابو ظبي تشترونه تحصلونه. خلينا نجربها قبل لا نجرب القهوه. ما شاء الله. بعد ما خلصنا القهوه نخليها خمس دقائق هم تخدر. تخدر يعني شنو؟ تنزل الهيل التجنيدة تنزل في الدلة تحت. يوم بصبها يكون صبتها. وبعدين الصب يا أخوان يوم تقوم توقف لازم توقف بالطريقة هذه، لازم توقف بالطريقة هذه. يوم بصب القهوة تيود فنيالين، تيود ثلاثة، تيود أربعة، تيود أربع فنايل. لازم الضيف تحني نفسك، تحني له، ما تركع له كذي، لا تنحني له. ووجهك مجابل الضيف، جابل الضيف، وعينك في القهوة بالطريقة هذه. تصب القهوة بالطريقة هاي، وآخر نهايتها تطق الفنيال في الدلة بالطريقة هذه، وتقدمه بالطريقة هذه. هذا الأسلوب اللي عيالنا لازم يتعلمونه. جزاكم الله خير ورحم الله والديكم، وإن شاء الله استفدتوا من هذا الدرس البسيط نقول. واللي حط على خاطره شيء ترى هذا الأساس، الأساس القهوة والشاي. الضيف يجي يكون
عيال صاحب البيت يعرفون. وهاي قهوتنا، شوفوا القهوتنا شلون زين. وهاي شربة القهوة، هاي شربة القهوة. بس استحسنك ما تطلع صوت، لكن انا مني ما اقدر ما اطلع صوت، يعذروني اخواني وربعي واصدقائي. الصوت هذا مخلف عليه، تعودت عليه، ويوم بتخلص قهوتك تهز فنيالك، لازم تهز فنيالك وتقدم الفنيال. ما هزيت الفنيال بيصب لك قهوة مرة ثانية. ترى قدمت ان الفنيال قدمته للضيف واستلمه منك، توقف جبالة كذي او ترجع خطوة خطوتين ترجع، بس ما يزيد عن مترين، وتكون ملاحظ الضيف، ملاحظ الضيف قاعد هناك ملاحظنا، وملاحظ الضيف الثاني، لان انت بتصب 5-6-7 فنايل وترجع له، تلاحظ اول واحد صبيته، صبيت الثاني الثالث الرابع، ترجع للاول خلص الثاني الثالث، تلاحظهم. انت صبيت حق هذاك السادس، صبيت للسادس، السادس ما عليه تعطيه جنبك، ما عليه، بس تعطي وجهك منه للاول واحد صبيت له، عشان يوم يرفع الفنيال تسبق له، تطبق منه الفنيال وتصب وتزيد القهوه، او اذا خلص وتباشر البقيه بالطريقه هذه. دائما يقدمون للضيف اكبر سنا في المجلس الموجود، قدم له اول شيء القهوه، ودائما تكون تبدا من اليمين. اذا كان عندك كبير سن يسار لازم تقطع اليمين، تروح لكبير السن اللي قاعد باليسار تقدم له، مو شرط تقدم لراعي البيت، اول بدايه الضيف اللي هو كبير السن. فيعطيكم العافيه. خلصت العشرين دقيقة يا اخواني، والحين دور الشاي المخدر. صورني حماني، صورني لمتابعيني، صورني لمتابعيني، خلي تشوفون الحين دور الشاي المخدر اللي وصل لعشرين دقيقة. هذاك مخدر 4 دقائق ونص، لكن هذا 20 دقيقة. خلينا نشوف العشرين دقيقة شو تقول، شلون. ما شاء الله، هذا صبته، هذا مردود، ما ادري لون ايش يقول، عاد ما ادري. الحين بحارة بيجرب الشاي وبيقول لنا، خلينا نجرب احنا شوي. يا سلام يا سلام يا سلام، وين دلت. يلا يا ابو حارب، موجود جاهز تحت الطلب تقييم، ترى موجود، يشوفونك. قم عبد الرحمن، دش هني قم. ايوه دش. خلي يشوفونك المتابعين، يشوفون تقييمك، ترى مليون بقى. مليون شخص بيشوفون تقييمك عاد. ها مش مشكلة، بس انت لا تزعلي اذا قيمتك من 10 اعطيتك. لا 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 تقيمني انت، انا ماشي على رطل الناس، وشربين شاي وشربين دشتات اللي في دول الخليج والدول العربية، هذا اصول الشاي بالطريقة شو يسوونه. انا مسكت الاربع دقائق ونص الى العشرين دقيقة، علشان ما احد متابعيني يزعل يقول انا خدرة 10، يقول انا خدرة 5، بالطريقة هذه انا خدرته على طريقتين، ابو 20 دقيقة ابو 4 دقائق ونص. هذا ابو 20، وين هاي قلاصك ابو حارب؟ نعم. يلا هذا شوفوا الشاي، شوفوا الشاي، شوفوا هذا الشاي، هذا لونه شوي اغمق، ذهبي اغمق. اي اي تفضل ابو زمن، ابو حارب تفضل، يلا اشرب ما عليه، اشرب. خطير، هذا خطير صراحة. اشرب ما عليه. خلي شوفوا متابعينا شلون الشاي هذا الثاني. طبعا كل واحد وذوقه يا اخواني، الصمان، الاولين، الوزة، اللي هو الغزالين، انا كل هذه اللي استعملهم، الاميرة ترى خطير بعد للكرك، بعد خطير ترى يا جماعة. تعال بو حارب، تعال هاي قلاص الثاني، تعال دش عبد الرحمن. ها اللون هذاك شلون؟ هذاك اغمج من هذا. وين القلاص؟ موجود. يلا لحظة، جيب لمتابعينا، شوف هذا ابو 20 دقيقة، ايوه، وهذا ابو 4 دقائق ونص. دش في الكاميرا، شوفه عبد الرحمن، هذا 4 دقائق ونص وهذا 20 دقيقة، بس انا اشوف هذا مرة ثانية. اشرب معي. لا هذا شلون؟ هذا اطيب ويعطي طعم ورونق خطير. هذا هاتي قلاصك انا بجربه، هذا 20 دقيقة يبين على لونه. يلا وهذا
وهذا كم؟ هذا 4 دقائق ونص. 4 دقائق ونص. أنا الاثنين عجبوني، وأنتوا جربوا وشوفوا النتيجة. فتحياتي لكم ويعطيكم العافية. بس صبر عبد الرحمن، في نقطة، الشاي فتر يعني شوي برد، رغم أن أنا سويته ألمنيوم لكن شوي برد. ليش؟ لأنه 20 دقيقة. فبإمكانك ترد الشاي في الغوري بعد ما تشيل منه الورق، ترده في الغوري وتسخنه دقيقة واحدة. بعد ما تسخنه دقيقة واحدة ترده في الدلة. فتحياتي ويعطيكم العافية، ونشوفكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله بحول الله. ولا تنسونا باللايك وإرسال القناة لأصدقائكم، والكومنتات مطلوبة منكم جزاكم الله خير إذا تحبوني، علشان تستمر القناة ونوصل للعدد المطلوب في المتابعة. السلام عليكم.